السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت الجميع. اليوم يا اخوان اجيت بدي افكد الحياة يا ماي. الكيت في حية شاردة، يعني هاي مسكرة وهاي مسكرة، من وين بدها تطلع؟ فكدت هيك لما بتسوي هاي بتطلع وسيعة. ها الكيت بدنا ندور على الحية. الكيت بدنا نبلش من الاماكن المفتوحة. أنا بدنا كشاف، بس ما فكتش إنها بتدخل. لا هذا مسكر، نشوف من اللي مفتوح ندخل فيه. ماذا فيش فيه؟ زي هاي الحية أصلا شبكية. اي ترى كيف تلف حالها. طبعا هي الحية مش سامة، واصلا السام بقربش عليه اصلا. كيف بدي البس الكفاح الاحتياط يعني. طبعاً إخوان هاي الحية الولد هي جسمها مطاول، يعني زي الطول مش عارف كيف، يعني من هذا هيك الولد هيك. تعود كيف نزل تعود كده رجعها نحط دنا بيك كل الفتحه ديك او بتقدرش كيت. هي لما بتطلع نصها بصير يرفع فوق زياده، ها يعني هذا وزياده حيتين يعني بيطلعوا عادي. كيت بنجيب عدب لف لف لف
شايفين؟ تمام، أتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم، السلام عليكم.